بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم في لقاء أول من محاضرات التعليم الإلكتروني في مقرر محاسبة 2، المقرر على المستوى الأول الفصل الثاني. أنهينا في المحاضرات فصل كامل على التسويات الجردية في مراجعة لما تم أخذه في المستوى الأول أو في الفصل الأول، واستعرضنا الدورة المحاسبية بالكامل من تعرف على فروض المحاسبة الأربعة والمبادئ الستة وخطوات الدورة المحاسبية من تسجيل وترحيل وترصيد وإعداد ميزان مراجعة قبل التسويات، ثم مجموعة من التسويات الجردية البسيطة، وأعدينا قائمة الدخل والميزانية العمومية. وانتقلنا لفصل كامل للتوسع في عمليات الجلد، فبدينا بفصل تاني بعنوان جرد الأصول الثابتة. عرفنا إيه هي الأصول الثابتة، عرفنا خطوات عملية الجرد من خلال طرق الإهلاك. الأصول الثابتة هي مشكلتها في الإهلاك، معالجة الإهلاك وعمليات التخلص من الأصول الثابتة، سواء بالبيع أو المبادلة أو تمديد العمر الإنتاجي لها. شفنا طرق الإهلاك الستة، شفنا طريقة القسط الثابت، شفنا طريقة القسط المتناقص المتضاعف، شفنا طريقة نسبة من مجموع أرقام السنوات، ودول أهم ثلاث طرق، إنما في طرق ثلاثة أخرى. شفنا إعادة التقدير، شفنا طريقة الإنتاج، شفنا طريقة الوحدات، وشفنا بعد كده عملية التخلص من الأصول من بيع الأصول سواء بربح أو خسارة، وتطلب الأمر بذل مجهود في حساب مجمع الإهلاك حتى لحظة بيع الأصل. أيضا شفنا المبادلة تشابه عملية البيع، شفنا التخلص من الأصول الثابتة سواء ربح أو خسارة، وبعدين شفنا عملية تغيير أحد عناصر المعادلة في الإهلاك، إنك تمدد العمر الإنتاجي عن طريق نفقات رأسمالية، وما يترتب عليه تغيير العمر الإنتاجي، إزاي تحسب الإهلاك، إزاي تعدله كما كان عليه. انتهينا من هذا الفصل بمجموعة كبيرة من التمارين في الكتاب، وحلينا فيها أعتقد أسبوعين وإحنا بنحل في الأسئلة، ثم انتقلنا للفصل الثالث جرد الأصول المتداولة. مجموعة من العناصر، هناخد الأسهم والسندات كأوراق مالية استثمارية، وهناخد الصندوق النقدية، وهناخد البنك، وهناخد أوراق القبض. بالنسبة للموضوع الأول وهو الاستثمارات في الأسهم، بداية لابد من التفرقة بين الأسهم والسندات. ما هو السهم؟ ما هو السند؟ ودي طبعا نقطة معرفة يجب أن تكون معروفة في كافة المواد الإدارية. أولا السهم بيمثل حصة من رأس المال، صاحب السهم يعتبر مالك حقيقي للمشروع، سواء كان هذا السهم عادي أو سهم ممتاز، كلاهما مالك للمشروع، فمن حيث الملكية هو المالك. من حيث العائد الذي يحصل عليه السهم هو الربح، وقد تأتي سنوات فيها خسارة، يبقى معرض السهم إلى عائد غير ثابت في صورة أرباح. من حيث حقه في إدارة المشروع، بما انه هو مالك يبقى له صوت
في الجمعية العمومية للشركة، سواء كانت هذه الشركة مساهمة أو توصية بالأسهم، كلاهما الاثنين فيهم حق للإدارة. يدير المشروع من خلال الجمعية العمومية، يبدي رأيه في سياسات الشركة. أيضا من حيث درجة المخاطرة، درجة المخاطرة في النسبة للسهم عالية، قلنا قد تأتي سنوات ما فيهاش أرباح، وقد تأتي سنوات فيها أرباح عالية، وقد تأتي أرباح متوسطة، في سنوات ما فيش توزيع أرباح، ترى الإدارة حز الأرباح كلها بغرض الاستثمار وهكذا. أيضا من حيث تاريخ سداد قيمة السهم، السهم طول ما الشركة مستمرة طول ما السهم مستمر، فليس له تاريخ محدد للسداد. عايز تتخلص من السهم بتاعك تبيعه في البورصة، تبيعه في البنك عن طريق سماسرة الأوراق المالية، بعكس الكل اللي قلناه ده السند. صاحب السند هو مقرض للشركة مقابل مقابل فايدة محددة ثابتة كل فترة معينة. قد تدفع الشركة المقترضة الفوائد كل 3 شهور، كل 6 شهور، كل سنة وهكذا، لها تاريخ محدد. صاحب السند قلنا ليس مالك بل هو مقرض، صاحب السند بيحصل على فايدة، صاحب السند لا يتعرض لمخاطرة بتاتا مقارنة بالأسهم. ليه؟ لأنه هناك ضمان بأن يحصل على عائد ثابت في صورة فوائد، سواء الشركة حققت أرباح عالية، سواء ما حققتش أرباح، سواء خسارة هي أو صاحب السند له عائد فايدة. من حيث تاريخ سداد قيمة الورقة مكتوب على السند، صدر مثلا في 1/1/2015، 5 سنين، يبقى السند يرد في 1/1/2020، فهناك ضمان لاسترداد المبلغ وفي ميعاد محدد. يبقى كده 5 نقاط تفرقة بين السهم وبين السند. بالنسبة للمعالجة المحاسبية للأسهم هنشوف برضو 5 نقاط. هنشوف شراء، كيف نشتري الأسهم، كيف نثبتها في الدفاتر، عايزين نشوف ازاي نحصل على الأرباح من الأسهم، القيد بتاعها، عايزين نشوف نتخلص من الأسهم في البورصة، ممكن نعرض الأسهم للبيع سواء في أحد البنوك أو في مكاتب البورصة، بنعلن عن بيع الأسهم وبنختار أفضل أسعارها، قد نبيع بخسارة وقد نبيع بربح، هنشوف قيدين أيضا لهذا الموضوع. ثم أخيرا عايزين نشوف جرد الأسهم، الأسهم موجودة عندنا في الخزنة مشتراة بسعر معين، في الجرد في يوم 31/12 أو في 30/6 حسب تاريخ نهاية السنة، تتعرض الأسهم للزيادة أو النقص عند التقييم، فما هي القيود التي باتخاذها بتجعل قيمة الأسهم قيمة جارية تمثل الواقع، تمثل القيمة الحقيقية للأسهم. نبتدي بقى نقطة نقطة، نمسك نقطة واحد، شراء الأسهم. المثال قدامك، اشترت الشركة في 1/2/20 ما يعادل 400 سهم وبسعر 105 دينار للسهم الواحد. هنضرب ال 400 سهم في 105 دينار يطلعوا معانا 42,000 دينار. انت اشتريت اسهم، اشتريت اصل من الاصول، الاصول عند زيادتها تجعل مدينة، يبقى القيد من حساب استثمارات قصيرة الاجل في الاسهم، يبقى من حساب استثمارات قصيرة الاجل في الاسهم كاصل حصل فيه زيادة. سددت القيمة، هل سددتها نقدي؟ يبقى إلى النقدية. سددتها بشيك؟ يبقى إلى البنك. يبقى القيد على بعضه كده
من حساب الاستثمارات قصيرة الأجل في الأسهم إلى حساب النقدية 42,000. جه تاريخ بعد كده وحبينا نبيع جزء أو كل الأسهم. نفترض الحالة الأولى إن إحنا بعنا الأسهم بربح، شارينها ب 105 هنبيعها ب 112، يبقى معنى كده في 7 دينار في كل سهم ربح. ربح يبقى هتقبض مبلغ كبير، هترد التكلفة بمبلغ أقل والباقي ربح. يبقى كده تركب كده من حساب البنك، من حساب الصندوق حسب الحالة، إلى مذكورين، إلى استثمارات في الأسهم اللي هي قصيرة الأجل وربح بيع الأسهم. القيد أهو من حساب البنك ب 11,200، حاصل ضرب ال 100 سهم في 112، 11,200 إلى مذكورين. نرد للاستثمارات قصيرة الأجل في الأسهم 10,500 هي التكلفة، هي 100 سهم في 105، والباقي اللي هو 100 في 7 ب 700 أرباح بيع الأسهم. هذا هو قيد بيع أو التخلص من الأسهم بربح. ماذا لو كان الوضع عكسي؟ إن بعنا بخسارة، شاريين ب 105 وهنبيع ب 102. لو قلنا باعت الشركة 100 سهم بسعر 102 يبقى هنقبض 10,200، أقل من التكلفة اللي هي 10,500، يبقى في خسائر 300 اللي هي حاصل ضرب 100 سهم في 3. يبقى القيد بدل ما نقول إلى مذكورين، من مذكورين. حساب الصندوق 10,200، خسائر بيع الأسهم ب 300 إلى التكلفة استثمارات قصيرة الأجل في الأسهم. الحالة اللي بعد كده إن إحنا ناخد أرباح الأسهم، تعلن الشركة مالكة الأسهم أو التي باسمها الأسهم، بتعلن في أي وسيلة من وسائل التبليغ إن في أرباح. كل واحد بيمتلك سهم يتفضل على فرع لدى البنك المعين يقبض أرباح الكوبونات. فلو الشركة بتاعتنا أعلنت على 200 سهم اللي فاضلين في صورة كوبونات لكل سهم 6 دينار، 200 في 6 ب 1,200، هنقبض 1,200، البنك هيزيد عندنا ب 1,200 من حساب البنك. من حساب البنك إلى حساب وسيط اسمه إيرادات توزيعات أرباح الأسهم. البنك أصل زاد والإيرادات زادت فتجعل دائنة. طبعا حساب إيرادات توزيعات أرباح الأسهم ده حساب وسيط بيقفل في 31/12 في حساب الأرباح والخسائر، بقيت طبعا من حساب إيرادات توزيعات أرباح الأسهم إلى حساب الأرباح والخسائر. نيجي لموضوع جرد الاستثمارات في الأسهم في نهاية الفترة سواء بالزيادة أو بالنقص. إحنا شارين الأسهم ب 105 وفاضل عندنا مثلا 500 سهم، يا ترى في زيادة؟ يبقى لازم أزود الاستثمارات بدي عليها مدينة. يا ترى في نقص؟ يبقى لازم أجعل الاستثمارات دائنة، أصل نقص يجعل دائم. في حالة الزيادة لو يوم 31/12 يوم الجرد استعلمت عن أسعار الأسهم وجدتها ب 107، يبقى في زيادة 2 دينار في كل سهم، معنى ذلك هنحقق 1000 دينار مكاسب وليست أرباح. ليه مكاسب؟ لأنها غير محققة. يبقى من حساب استثمارات بعلي قيمة الأصل اللي عندي ب1000 إلى مكاسب الحساب مشترك اسمه مكاسب أو خسائر غير محققة. طبعا المكاسب دي بتقفل في حساب الأرباح والخسائر وذلك بجعلها مدينة، من حساب مكاسب أو خسائر غير محققة إلى حساب الأرباح والخسائر. نيجي للعكس، لو حصل في خسارة، لو جينا يوم 31/12 وجدنا سهم أبو 105 أصبح ب 96، يعني في انخفاض 9 دينار في كل سهم، هتعكس الخيط. ال 500 في 9 ب 4,500 دينار،
القيد هيصبح من مكاسب أو خسائر، ليس إلى، من مكاسب أو خسائر غير محققة إلى استثمارات قصيرة الأجل في صورة أسهم 4500 ناتجة عن ضرب 500 سهم في 9. وبالطبع حساب المكاسب أو الخسائر المدين بيقفل في حساب الأرباح والخسائر بجعله دائن، وحساب الأرباح والخسائر مدين. عزيزي الطالب، هذا هو أول لقاء تناولنا فيه الأسهم من 5 نقاط. أولا فرقنا بين السهم والسند، ثم تعرضنا إلى كيفية شراء الأسهم، ثم كيفية بيعها بحالتين، بيع ربح أو خسارة، ثم تعرضنا إلى كيفية الحصول على أرباح الأسهم خلال السنة، ثم تعرضنا لجرد الأسهم سواء أيضا بالزيادة أو بالنقص من خلال حساب وسيط اسمه مكاسب أو خسائر الأسهم. طبعا هذه المكاسب أو الخسائر غير محققة، بتقفل أيا كانت في حساب الأرباح والخسائر. مرة تانية بكرر العبارة اللي أنا بقولها في المحاضرات، أن المحاسبة لا يمكن قراءتها قراءة، المحاسبة تحتاج إلى ورق فاضي وتقعد تشتغل، تعيد المثال مرة واثنين وثلاث لغاية ما تتمكن من القيود. هذه المذاكرة بتدمج يعني حالتين مع بعض، فهم ونسبة حفظ. لازم تتعود على صيغة الحسابات، لازم تتعود على كيفية التصرف في الأمثلة الواقعية التي تعطى إليك. وبناء على ذلك هناك مثالين موجودين في الكتاب، رقمهم 38 و39 خاصين بالأسهم، أرقام الصفحات 121 و122. وشكرا وإلى اللقاء مرة ثانية، إن شاء الله نتناول السندات في لقاء ثاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.